السلام عليكم ورحمة الله وتعالى وبركاته. فأول شيء وقبل كل شيء وكما اعتدنا عليه لا تنسوا الصلاة على حبيبنا رسول الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وصراحة حبيب الله اشتقت لكم كثيرا، وأقسم لكم أنني اشتقت لكم كثيرا واشتقت لتنزيل المقاطع في هذه القناة. وكما تعرفون أن السبب كنت أقوم بإصلاح هذا البيت، يعني أنا انتهيت منه منذ مدة، ولكن كانت هناك لدي بعض الأشياء لذا قمت بإنهاء كل حبيب الله وعدت لكم الآن، وإن شاء الله بحلة جديدة وأيضا ببيت قمت بترتيبه. سأريكم كل شيء في هذا المقطع، وصراحة اشتقت لكم يا أغلى مشتركين، واشتقت للتحدث معكم، واشتقت للتعليقات، واشتقت ايضا للانتقادات وللسب ايضا وللشد من عند الاشخاص، بعض الاشخاص حبيب لا والله لا اعرف ماذا اقول لكم، اقسم لكم لا اعرف ماذا اقول لكم. فعلى العموم بالنسبه للسيطره حبيب لا يعني لم اغير في اي شيء، ولكن هناك اشياء ساحكي لكم كل شيء في هذا المقطع، فتابعوا من الاول الى الاخير، ولا تنسوا مشاركته مع اصدقائكم. كما تعرفون فالان عندما عدت للقناه ولم انزل فيها منذ مده، فالدعم يكون هناك قليل، يعني الخوارزميات الخاصه باليوتيوب يعني تنخفض، لا تبقى كما العادة، لأنني لم أعد أنزل الكثير من المقاطع، وأتأسف عن هذه اللغة العربية يعني لأنني أتكلم بسرعة وهناك نوع من التوتر. فعلى العموم ليس توتر بل فقط لأنني آتي وأتكلم. وكما تلاحظون سأريكم شيء من اللمحة الجديدة الذي قمت بإضافتها حبيب لا، انظروا معنا هنا، انظروا في الأعلى قمت بإضافة بعض الألوان الليل، انظروا معنا يمكننا إطفاء هذا الشيء وإطفاء هذا الشيء، انظروا معنا تتغير، لاحظوا معنا حبيب الله سنعمل على هذا الشكل، انظروا معنا هناك يد جهاز تحكم خاص بهم يمكنك التحكم فيه عن طريق أي لون، فكما تلاحظون مثلا على هذا الشكل أو على هذا الشكل، فكما تلاحظون معنا سأريكم ذلك، انظروا معنا يعني تتلون، انظروا معنا تختار لون عادي تقوم بتغييره عن طريق يد التحكم، فكما تلاحظون سأريكم هذا كل شيء، انظروا معنا بعض الألوان يمكنك التحكم فيها، فكما تلاحظون انظروا معنا هنا يمكنك تشغيل الأضواء من أجل الإضاءة، يعني هذه أهم التغيرات أيضا في الأرض، فكما تلاحظون معنا سأريكم الآن، يعني لن أتكلم على هذا الشكل، سأريكم الآن كل شيء، فيلا بينا لنريكم كل شيء بالتفاصيل وأيضا نحكي لكم عن كل شيء حبيب لا، ويلا بينا. فكما تلاحظون معنا حبيب لا، وكما قلت لكم يعني الآن سأريكم البيت كيف صار. فأول شيء حبيب لا، ما زالت هناك الكثير من الأشياء يجب علي إضافتها، فمثلا هنا حبيب لا يجب أن أقوم بإضافة شيء ما، ولكن قلت هنا في هذا فصل الصيف يعني من الأفضل، لأنني صراحة لا أحب أن أنام فوق أي شيء في فصل الصيف من أجل الحرارة، لذا أترك الأرض على هذا الشكل حتى ينتهي فصل الصيف، وحين ذاك سأقوم بإضافة يعني ماذا يقولون لها تلك نعم الذي ينامون عليها، نحن نقول لها باللهجة المغربية ناموسية، فلا أعرف ماذا تسمى، اكتبوا لي ذلك في التعليقات. كما تلاحظون يعني في فصل الصيف أقوم بوضع شيء بسيط فقط وأنام عليه من أجل شدة الحرارة، لا أحب أن أقوم لا أحب أن أنام على أي شيء، فكما تلاحظون، ولكن سأقوم بإضافة أشياء كثيرة هنا، أيضا هنا سأقوم بإضافة بعض الأشياء من أجل أن أضع الملابس، انظروا معنا هناك سجادة، فعلى العموم حبيب الله هذا هو الكرسي الخاص بنا، وانظروا معنا في الأعلى هناك النافذة الخاصة بي، ولاحظوا معنا في الأعلى حبيب لا هنا قمت بإضافة هذه الأضواء، انظروا معنا أقوم بتشغيل، ما رأيكم في هذا الشيء حبيب لا؟ قمت بإضافة اشتريته وقمت بإضافة، ما رأيكم؟ هل أعطى جمالية أكثر أم أقوم بتغييره بشيء آخر؟ فعلى العموم حبيب لا، انظروا معنا إلى الأضواء، إلى الأضواء الخاصة بنا هنا، لاحظوا معنا هنا يمكننا مثلا إطفاء كل شيء على هذا الشكل، إطفاء كل شيء، وها هي الأضواء تتغير، ويمكننا التحكم فيها عبر جهاز التحكم، فمثلا نقوم ب مثلا وضع أي ضوء، ها هو نعم نقوم بوضع أي ضوء أحبيب لا، فكما تلاحظون على هذا الشكل، لون الأزرق الأحمر، لاحظوا معنا هناك الكثير من الألوان،
هنا هذا اللون الأبيض. الأبيض لديه جمالية أيضا، لاحظوا معنا، يعني هنا على هذا الشكل يمكننا إضافة الأشياء على هذا الشكل. نعم، هيا أقوم بتشغيل هذا اللون. نعم، هنا يمكنك تغيير الألوان على هذا الشكل حبيبي فلافة كما تلاحظون. أتركه على هذا الشكل يعني يتغير بشكل هادئ. نقوم بإشعال هذا الضوء من أجل أن يظهر كل شيء بشكل جميل. فكما تلاحظون وكما قلت لكم هذه الإضافات قمت بترتيب الأشياء من الأعلى، وهنا كما قلت لكم يعني يجب علي أن أضيف، يعني لن أترك البيت على هذا الشكل كما قلت لكم لأنه فصل الصيف، أحب أن أنام في الأرض يعني أضع أشياء بسيطة. هنا سأقوم كما قلت لكم بوضع الكثير من الأشياء في هذا الحائط أيضا الخاص بالبيس، يعني سأقوم بوضع بعض الأشياء التزيينية، يعني هذا لن أضعه في آونة واحدة، ولكن في يعني في كل شهر سأقوم بتغيير شيء بسيط، في كل يوم أقوم بتغيير وتغيير الكثير من الأشياء عفوا. نعم، فكما تلاحظون كما قلت لكم يعني في كل حين سأقوم بتغيير أشياء وأشياء من هذا القبيل. لاحظوا معنا هناك هذه الأشياء التي نتحكم بها بالضوء، لاحظوا معنا نتحكم بالأضواء. فكما تلاحظون هنا هذا الشيء من أجل أن أضع مثلا هناك تلفاز، ما هنا هذا الخاص بالاستقبال القنوات، وهنا هذا الشيء كما تعرفون هذا هو الكمبيوتر الخاص بي فكما تلاحظون الذي أشتغل فيه الآن. وسأقول لكم شيء حبيب لا، أن هذه الكارت الجرافيك لاحظوا معنا هي التي تعطلت، لهذا السبب لم يعد لدي هذا للأسف، تعطل هذا تعطلت فقط الكارت الجرافيك، وهي أهم شيء بالنسبة لي. هذه من نوع 1050 تي اي فكما تلاحظون، يعني في 4 جيجا، لهذا السبب استعمل هذا الكمبيوتر، أقوم بربطه مع هذه الشاشة، ولكن عند حبيب لا عندما سأقوم ببيعه، أنا الآن أريد أن أقوم ببيعه، فسأقوم ببيعه وأزيد بعض المال من أجل أن أشتري كمبيوتر جيمن يكون أفضل من هذين الكمبيوترين، من هذين فكما تلاحظون، يعني انظروا معنا هناك أشياء عشوائية من الخيوط، هنا يجب علي أن أضع لها حل. فعلى العموم لاحظوا معنا هذا الشيء، الكثير من سيسأل عن هذا الخاص بمثلا تريد أن تقوم بترتيب بعض الأشياء، يعني تقوم بتنظيف به الكلافي أو شاشة الكمبيوتر أو الكثير من الأشياء، سأضعه هنا أو أقوم بإرجاعه إلى مكانه. وكما تلاحظون معنا حبيب الله هنا هذه الأشياء، هذا الشيء الخاص بجهاز الأركيد أو الأركيد حبيب الله للألعاب الكلاسيكية. هنا هذه اليد التحكم الذي سبق لي وقمت بعمل لها ريفيو، هذه الساعة من شركة شاومي. هنا نأتي هناك نعم الكنترول حبيب لا يد التحكم، هنا الكاميرا من نوع الجو برو، هناك سماعات للأذن، هنا هذه الأشياء فكما تلاحظون عبر اليد، هنا الكلافي، يعني أشياء كما قلت لكم السيت اب ليس فيه أي تغيير كبير، ولكن إن شاء الله سأقوم بمثلا أهم شيء سأقوم بشراء الكاسك أو سماعة الأذن الخاصة بشركة ريزر، لأن هذه سماعة الأذن سنين وهي لدي ولم تعد بالكفاءة التي كانت عليها من قبل. فعلى العموم هذا هو السيت اب الخاص بنا، وهذا هو الكمبيوتر كما قلت لكم اريد ان اقوم ببيعه، وساشتري سازيد بعض المال وساشتري سيت اب جيمر فكما تلاحظون. وهذه الاشياء التي قمنا باضافتها في هذا البيت، وان شاء الله صراحه نتمنى ان تعجبكم. فكما تلاحظون هل تشاهدونني الان؟ فهيا نقوم بأخذ صورة لكم. فعلى العموم كما قلت لكم حبيب لا، نتمنى أن تقوم أن تعجبكم هذه الأشياء أو هذه الإضافات البسيطة، ليس هناك أي شيء. وكما تلاحظون شيء ما لم أقوله لكم، يعني هنا سأقوم بوضع بعض الأشياء ليد مثلا وراء التلفاز، سأقوم ببعض عمل بعض الأضواء من نوع ليد أيضا من أجل أن يقوموا بإعطاء رونق خاص. هنا سأقوم بإضافة بعض الأشياء مثلا ملصق ما، فأنا لا أحب الملصقات ولكن قد أضيف شيء ما. فعلى العموم هذه مجرد اختيارات، يعني أنا الآن لم أحدد أي شيء، فأهم شيء كان لدي أن أقوم بإصلاحه على هذا الشكل. لاحظوا معنا الأرض أيضا قمت بإصلاحه، لم يعد كما السابق فكما تلاحظون، يعني كان في السابق ليس على هذا الشكل، أما الآن فقمت بإصلاحه كيف صار الأرض. هنا هذه الأشياء أقوم بوضعها عليها رجلي
من اجل من اجل ان اقوم بوضع فوق الرجل الخاصه بي كما تلاحظون معنا. وهذه الاشياء الخاصه بنا، لاحظوا معنا هناك ازرار تحكم اخرى مثلا تتحكم بالضوء من هنا، وهنا ايضا هناك اشياء شيئين مثلا تقوم بعمل تقوم بشحن الهاتف او شيء ما من هذا القبيل. وهذه كل الاشياء حبيب، لو اعطونا رايكم بالطبع رايكم يهمنا فكما تلاحظون، وهذه الاشياء فكما تلاحظون في الاعلى كما قلت لكم رايكم يهمنا وهذا هو كل شيء. ونتمنى حبيب ان يكون قد اعجبكم، واذا اعجبكم لا تنسوا مشاركه المقطع مع اصدقائكم، وان شاء الله من بعد هذا المقطع سنقوم بتنزيل لكم جديد الالعاب كما السابق. ونتمنى ان يكون هذه الاشياء قد اعجبتكم حبيب لا، ودمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.